حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم عالم افتراضي، ومثل ما عودناكم ناخذكم في جولة في عالم الأنمي والفيديو جيمز وأيضا التكنولوجيا. واليوم بنتكلم في البداية عن أنمي جوجيتسو كايزن السيزن الثاني. طبعا احنا راح نتكلم على وجه الخصوص على السيزن الثاني لأنه ما زال مستمر السيزن، يتكون من 24 حلقة. جوجيتسو كايزن أنمي لا يخفى على الناس أنه من أشهر الأنميات اللي موجودة حاليا على الساحة. طبعا نزل سيزن 1 كان متكون من 24 حلقة، وبعدين نزل فيلم جوجيتسو كايزن زيرو اللي كان تكملة لأحداث المانجا، والحين احنا في منتصف خلينا نقول سيزن 2. وسيزن 2 يرجعنا قري حق قصة جوجو اللي هو كان المدرس من المدرسة من سيزن 1، وبنفس الوقت يتكلمون عن قصة شيبويا اللي هي من يعني أعمق وأكثر يعني قصة شونن إن الجمهور ناطرة تعرف أكثر عنها. فعلا احنا لما نتكلم عن هذا الأنمي يعني يقدم لنا شيء مختلف، خصوصا أن الاستوديو اللي اشتغل في هذا الأنمي هو مابا، استوديو عريق، استوديو وايد حلو. طبعا هو ما صار له ابتدى من فتره طويله، هو 2011، يعني بالنسبه للباقي الاستديوهات وايد جديد. صحيح، بس البرودكشن اللي قاعد يقدمه يعني برودكشن يليق في انمي ياباني طلع عن المألوف ووصل للعالمية. صح، يعني الفايت سين كانوا جدا مميزين هالسيزن. خلينا نتكلم يعني على وجه الخصوص على اول 5 حلقات اللي هم كانوا عن ماضي جوجو. يعني احنا جت لنا فتره انقطعنا عن جوجيتسو كايسن، رد لنا بعد فترة طويلة، الفيلم نزل من زمان والناس كانت تبي تشوف، ويعني خلينا نقول الافتتاحية كانت بأول 5 حلقات اللي هم عن ماضي جوجو، كانوا صراحة ممتازين جدا. أنا بالبداية ما كنت متحمس، أنا ما أحب مثلا فجأة يقطعون عنك أنمي بعدين يردوا لك إياه بعد سنة ولا سنة ونص ولا سنتين، بس أول ما شفت الحلقة الأولى على طول الأحداث حار بحار، يعني ما قاعد يعطيك التمطيط والتمغيط هذا اللي ما له داعي، دشلك بالقصة بصلب القصة على طول، وهذا شيء إحنا نبيه كمتابعين. وشخصيات تطلع بسيزن 2 وايد عجيبة، وتحس ان كل شخصية لها قصة عميقة يعني حقها اهي، والابيليتيز مالتهم كل واحد شيء غريب، وهالجزء اكثر حتى يعني دمامي اكثر حتى من الجزء الاول 100%. احنا نتكلم عن هذا الجزء اللي اعطانا سلسلتين مختلفتين زمنية، طبعا نتكلم عن زمن. الكاتب يحب هذا النوع من الفانتازيا، يحب هذا النوع من الاختلاف في الانتقال من جيل لجيل. طبعا هو واحد من الناس اللي يحبون الافلام الاجنبيه، يحب تحديدا الافلام الامريكيه. مر عليكم فيلم ويبلاش اللي درامر يلعب هذا الفيلم في مقابله قال ان هذا افضل فيلم هو حضر له سينما. بس الشيء الغريب في الموضوع انه هو يحب افلام الرعب، يعني وايد عاشق لأفلام الرعب، فعشان كذي شوية نشوف من خلال كتاباته يعني هو يحب هذا النوع. وايد واضح. صح، القصة فيها رعب، يعني أنت تتكلم على العنات تكون موجودة وشون تقمت هالعنات هذيلا وتمنعهم، يعني بالذات يعني خلينا نتكلم على السيزن الثاني، 5 حلقات اللي نزلوا والناس حبوها وايد. الشيء المميز فيها كان البلوت تويست الكبير جدا اللي كان موجود. يعني خلينا نتكلم الحين على، احنا طبعا عارفين من سيزن 1 انه منو الفيلن، منو الشرير اللي موجود اللي هو جيتو. زين، كنا عارفين بس معلومه بسيطه من الفيلم انه هو كان فيما سبق زميل جوجو اللي هو واحد من ابطال القصه، وطبعا مو شيء جديد على انميات الشونن انه واحد طيب فجاه يقلب يصير شرير، هذا شيء طبيعي، خلينا نقول ممكن يكون مبتذل نوعا ما. بس بعدين يعني وانا قاعد اشوف القصه ابي اعرف هذا ليش صار شرير، خلينا نشوف يمكن في فكره جديده، ولما شفت الفكره انذهلت الصراحه. يعني بلش لك بترتيب يعني فلسفي غريب الصراحه، يعني هو للحين ممكن هو للحين طيب، لان فكره جيتو من البدايه انه شنو، ان انا ابي احاول اقضي على كل اللعنات اللي موجوده، ابي الناس تعيش بسلام عشان احمي الناس من اللعنات. انزين، فكان عنده طريقين، يا انه يعني خلينا نقول يمنع اللعنات من انها تظهر من البدايه وهذا شيء مستحيل، او انه يعلم الناس كلهم على الجوجوتسو على اساس ان يقدرون يقاومون هاللعنات. زين، هو راح حق الاختيار الثاني، يبي يعلم الناس على الجوجوتسو، هذا شيء مستحيل، بوبوليشن الكره الارضيه وايد، فالحل انه شنو، انه ما يكونون عايشين الا منو، الناس اللي اوريدي يعرفون جوجوتسو، فالحل شنو، قتل جماعي حق كل الناس اللي ما يعرفون يستخدمون الجوجيتسو. فهذا الموتيف ماله بكل بساطه انقلوب بتسلسل رهيب ورائع جدا صراحه. على فكره وهذا دليل ان الكاتب يحب الافلام الاجنبيه، في فيلم مارفل عندنا شخصيه مقاربه لهالشخصيه، منو؟ ثانوس. فوايد متاثر في هذه النوعيه، ترى يعني اليوم احنا بنتكلم عن هذا الكاتب عنده يعني عنده الهام. على فكره من الانميات اللي الهمته ناروتو، بليتش، وان بانش مان، من الانميات اللي حبوها الكتاب نفسهم، هو كان وايد يتابع هذه الانميات، فعنده يعني حصيله
وعلى فكرة في أوقات فراغه قبل ما يسوي الأنمي كان يروح سينما، يقول الحين أنا ما عندي وقت فراغ إني أروح سينما، فما ينفع كلش. الجزء الثاني يقطون من تقريبا شابتر 64 لتقريبا 127، وتقريبا كل حلقة تكفرز 2 لثلاث شابترز بكل حلقة، which is interesting انهم قاعد يمططونها بشكل وايد حلو، ان كل حلقة او كل كتاب وشابتر قاعد ياخذ حقه بكل حلقة. وهذا الشيء اللي احنا دائما نطمح له، على اساس ما يصير شابتر واحد بحلقه واحده، عشان بيحطون فيلرز وحشو بالحلقه ما له داعي. بس السؤال اللي يطرح نفسه الحين، هل ارك شيبويا لما يترجمونه حق انيميشن راح يكون بالمستوى اللي الناس متوقعته ولا لا؟ هذا اللي احنا نبي نشوفه. قررت الكويت انها تستخدم جوجل كلاود عشان توحد كل الجهات الحكوميه وعشان تكون كل تفاصيلنا موجوده بطريقه سهله وواضحه. طبعا هذه الفكره هي الهدف منها ان هي توفر الاهتمام في الرعايه الصحيه، الرعايه التعليميه، اداره الكوارث، وبعد الامن السبراني. في النهايه انت تبي تاخذ يعني شيء مميز عند جوجل في ان انت تستفيد من هذه الخبرات وتقدر توصلها لكل القطاع الحكومي. فالفكره انا اشوف انها وايد حلوه. طبعا هذه الفكره اساسا هي جزء من رؤيه الكويت لسنه 2035، انه خلاص يصير في ديجيتال ترانسفورميشن حق كل القطاع الحكومي. احنا نتكلم على مثلا ديوان الخدمه المدنيه، الجهات الحكوميه سواء كانت هيئات او سواء كانت وزارات. يعني هالشيء هذا راح يساعدنا احنا هني بالكويت انه خلاص النقله الرقميه هذه تساعد على انه خلاص الارشفه انتهى زمنها. احنا نتكلم على المعاملات الورقيه انتهى زمنها، العالم قاعد يتوجه نحو خطوه جديده، والحمد لله ان الكويت الحين خلاص تبنت هالفكره هذه، وصلنا حق مرحله اللي خلاص صار في تعامل رسمي مع شركه جوجل، طبعا غنيه عن التعريف خلينا نقول من اولى الشركات في هالمجال هذا. هذا الشيء راح يعني يساعدنا ان خلاص نتقدم لقدام ونواكب خلينا نقول كل الدول المجاوره لنا. الكويت وجوجل سووا مؤتمر وايد كان راقي، ويابوا ناس سبيكرز يتكلمون ويعرفون الجمهور على شنو هي بالضبط الكلاود. 100% احنا نتكلم عن الكلاود، مو للبشر، يعني مو للمستخدمين العاديين، ومو الكلاود اللي بالتليفون. احنا نتكلم عن كلاود او سحابه تخص الدوله. فكل الجهات الحكومية سواء كانت مؤسسات أو قطاع حكومي راح يدش في هذا الجانب. أنت راح تأرشف كل المعاملات رقميا. فاليوم احنا ما نبي نوصل لمرحلة أن أنت تأخذ ورقتك وتروح تمشي فيها وترجع، خلاص وهو موجود أونلاين. هذه الطريقة راح توفر شنو؟ راح توفر حق الموظف أن يقيسون يعني تعامله وأداء الوظيفي من خلال هذه التقنية. أن أنت تعرف هذا الشخص ايش كثر قاعد يشتغل، خلاص ما يحتاج أقول أنت كم ورقة سويت، لا هو كله مؤرشف وموجود في السحابة. فاليوم هذه السحابة مو للأشخاص، مو أي واحد عنده تليفون يدش يحجز ياخذ، لا أنت تتكلم عن كل قطاع حكومي له سحابة خاصة فيه، فشيء وايد كبير. وطبعا الجزئية الحلوة صراحة اللي راح توفر وايد جهد وقت علينا احنا كمواطنين، وحتى هم الموظفين نفسهم، اللي هو الربط اللي يصير ما بين خلينا نقول الجهات الحكومية. يعني على سبيل المثال عندك معاملة بالإسكان تحتاج أوراق على سبيل المثال من المرور، نفرض يعني جدلا كنت تضطر انك قبل تاخذ أوراقك وتروح وتراجع، لا الحين خلاص دام انه في سيستم موحد ما بين كل الوزارات، هالشيء هذا يعطي خلينا نقول يعني خلينا نقول مجال اي مرونه كبيره. يعني انت خلاص الحين السيستم كله مربوط ببعض، وزاره الصحه مع وزاره الاعلام، بياناتك موجوده بكل مكان، سويت معامله هني يبين خلينا نقول مثلا بالهيئه الفلانيه ولا الوزاره الفلانيه. طبعا هذا في اختصار الوقت، في مرونه، وايضا في حفظ حق المعلومات. يعني احنا نتكلم على تطبيق خلينا نقول السايبر سيكيورتي على اصوله، راح يكون يعني بياناتك محفوظه ويعني مستحيل انه يتم اختراقها، لان جوجل عندهم سيستم مطبقينه كسايبر سيكيورتي اللي هو يحافظ على خلينا نقول المعلومات نفسها وضمان عدم تسريب المعلومات هذه وحفظها بمكان يعني خلينا نقول مؤرشف ولكن ديجيتالي مو ورقي. هم يستخدمون الاي اي عشان يساعدهم من البيهايند ذا سينز مال جوجل اللي احنا ما نشوفه، ان حتى في الاي اي اللي يساعد حق المعلومات وتنسق المعلومات تسوي الكالكوليشنز، فشيء وايد يعني مايند بلوينج. احنا نتكلم عن هذه الفكره ان الاي اي مثل ما قلنا انه راح يقيس مستوى الخدمات للموظفين نفسهم. بنفس الوقت انت راح تستفيد انه راح يكون في جيل قادم مختص في الذكاء الاصطناعي، وبنفس الوقت مختص في السايبر سيكيورتي اللي هو الامن السيبراني. فانت راح تخلق جيل في دوله الكويت مهتم في هذه الشغلات، بدال ما يروحون يدرسون برا هذه التخصصات راح تكون متوفره.
فانت هني راح تستفيد من الخبرات اللي قدمها جوجل في انه هو يعطيك هذه المميزات، بنفس الوقت يرفع الوعي العام في الدوله، وبنفس الوقت جوجل يستفيد انه هو يقدم خدمات السحابيه لكافه الناس. عدل كلامك عثمان، نفس ما ذكرت هو اساسا حتى تخصصات خلينا نقول الامن السبراني هذه اوريدي متوفره الحين في دوله الكويت، فاحنا قاعد نشوف هذه بدايه. والجزئيه اللي انا حابها امانه اللي هي ان جوجل وفرت فرص وظيفيه حق الكويتيين المبدعين في هالمجال هذا، خلينا نقول مجال التكنولوجيا ومجال خلينا نقول التطوير، انهم يدشون معاهم في مجال العمل. يعني نتكلم حتى عن مدير جوجل في دوله الكويت، طبعا في الفرع الرسمي لشركه جوجل داخل الكويت، وهو مواطنه كويتيه مبدعه، وهالشيء هذا طبعا راح يعطي فرص ايضا حق الجيل القادم وحتى الجيل الحالي ان يدشون في هذا المجال فرص وظيفيه. يعني احنا نتكلم ان ناس تحلم من زمان انها تشتغل بشركات عالميه مثل جوجل، فجوجل الحين جت عندنا الكويت واتاحت لنا الفرصه هذه. احنا نتكلم عن فكره ان اليوم ممكن اي واحد منا مستقبلا يكون في جوجل او حتى عياله، فالفكره وايد حلوه. احنا بديناها في سهل التطبيق اللي يجمع كل الدوائر الحكوميه. الخطوه الجايه انه يكون في سحابه تجمع كل الدوائر الحكوميه، فان شاء الله الجاي والجاي والجاي احلى. خلنا نتكلم الحين على ون بيس لايف اكشن. طبعا بدايه بدون اي مقدمات ما لا داعي اشرح شنو ون بيس، الناس كلها عارفه، اشهر انمي بالتاريخ، اشهر مانجا بالتاريخ. بس خلنا نتكلم الحين على اللايف اكشن اللي نزل قبل فتره قصيره جدا على احد منصات المشاهده. طبعا اللايف اكشن حقق نجاح كبير جدا جدا، وهذا الشيء ابهرني انا شخصيا وابهر العديد من الناس، لان احنا عارفين شنو لايف اكشن. لما ياخذون انمي يسوون لايف اكشن كلهم مصيرهم كان الفشل. احنا نتكلم على ديث نوت، كابوي بيباب، نتكلم على بليتش، هذيل كلهم كانوا ما ينشافون اصلا. بس ون بيس خلينا نقول شوي غير المجرى، كان عمل ناجح ويعني لاقى استحسان العديد من الجمهور. احنا حتى نتكلم عن دراغون بول، يعني اول تجربه سيئه كان دراغون بول. خلنا نسكت لاني طاري دراغون بول. احنا ما نبي بالعكس احنا ما نبي نقول شيء مو حلو، لان هذول كلهم مو حلوين. بس الفكره ان هذا العمل كان وايد ناجح. طبعا هو عباره عن 8 حلقات. نعم. بس يا جماعه ترى اختصروا 50 حلقه، اختصروا ما يقارب ارك كامل، يعني اكثر من 50 حلقه. فاحنا نتكلم عن فكره ان شلون اختصروا هذا الارك من الانمي في 8 حلقات بس. وطبعا يعني باول 4 ايام حصلوا اكثر من 140 ساعه مشاهده، وكنا كانوا 18.5 اللي هو 18.5 مليون متابع حق المسلسل بس بخلال 4 ايام. طبعا التشويق اللي كان على ون بيس يعني اكيد راح يشوف هالمتابعات الكبيره هذه، لان اساسا كانوا قاعد يعطونا تيزرز من زمان انه يا فانزات ون بيس ترى راح ننزل لكم لايف اكشن. بالبدايه كان في تخوف، ولكن لما طلعت الاخبار وخلينا نقول كشفوا ان اودا هو راح يكون مشرف رئيسي على العمل، هني ناس شوي بلشت ترتاح، لان اودا ما يقدم الا الافضل للجمهور والمشاهدين. وطبعا احنا نعكس هالشيء هذا، يعني خلينا نقول لمسه اودا انعكست على اللايف اكشن، حتى ان كان حتى لا لمسات وتتشات في اختيار خلينا نقول الممثلين اللي ادوا خلينا نقول الشخصيات الاساسيه اللي هم طاقم لوفي، اللي طبعا واحد فيهم اللي هو اساسا خلينا نقول الممثل اللي ادى شخصيه لوفي قابل اودا شخصيا، على الرغم من ان اودا ما يحب خلينا نقول الظهور الاعلامي نهائيا، ولكن قابله واثنى عليه وقال لنا انت فعلا لوفي الحقيقي. بالعكس انا يعني احنا نتكلم عن هذا الجانب، انه في بعض الشخصيات ترى ممكن لوفي اللي موجود في المسلسل لايف اكشن يعني يمثل شخصيه لوفي اجمل من الانمي. صحيح ان الناس وايد متعوده على الشخصيه الفكاهيه اللي يعني ماخذ الدنيا سهاله، بس الشخصيه الواقعيه اللي كانت موجوده في الانمي في المسلسل وايد واقعيه اكثر. يمكن الشخصيات اللي شوي انا كان يعني عندي تخوف عليها هي شخصيه زورو. الشخصيه اللي كانت موجوده في الانمي شخصيه كوميديه، عندها حركات، يعني الجانب المضحك في الشخصيه موجود. الشخصيه اللي في الانمي كانت وايد جد يعني جد زياده عن اللزوم، فالاختلافات كانت موجوده، القصه شويه اختلفت، بس الاحداث نفسها. اللي حلو بزورو حتى قالوا كنا قصته انه بالمسلسل الانمي ما كانوا حاطين قصته انه هو شلون ذبح اللي هم الارقام كنا 1 to 7. شنو اسمهم هذول الجروب الارقام؟
والله ما اذكرهم صراحه. اللي حتى يا له رقم 7 بالفيلم كان يقول له، بالمسلسل كان يقول لنا مطرشيني رقم 7، لو صدق جابوني كان طرشوني رقم 1. فهم حاطين المقطع بالمسلسل مورين الهوشه نفسها، بس بالانمي يبون طاري ان شون زورو صار من ضمنهم، بس ما ورونا المشهد نفسه، فكان وايد حلو المشهد. وهو امانه وايد اشياء صارت، يعني خلينا نقول باللايف اكشن كانت شوي مختلفه عن الانمي، ولكن بعض الاشياء كانت ايجابيه. يعني على سبيل المثال لما عرضوا الباك ستوري مالت سانجي طبعا مع زيف اللي هو الطباخ نقول اللي رباه وعلمه على فن الطبخ، بالمانجا كان مذكور ان زيف اضطر انه يقطع ريله وياكلها عشان يوفر اكل حق سانجي لما كانوا يعني خلينا نقول متعلقين بنص البحر. في الانمي شافوا ان المشهد كان هذا، يعني الفكره نفسها كانت وايد بشعه فشالوها من الانمي، كانت موجوده بالمانجا، بس لما عرضوها باللايف اكشن قالوا هالجزئيه هذه انه كل ريله. يعني هذا كان في خلينا نقول اختلاف بسيط عن الانمي، ولكن الناس حبتها لان الناس كانت تبي تشوف الجزئيه هذه اساسا من البدايه في الانمي، ولكن لظروف ما يعني شالوها والحين حطوها باللايف اكشن. هذا شيء ايجابي ترى. يعني حتى احنا اليوم نتكلم عن حتى جد لوفي من البدايه كان موجود جارب، يعني غيروا الخطه، غيروا التكنيك، بينوا لك الجانب، يعني اشركوا شخصيات اكثر من الانمي، بس بالنهايه هي الخطه واحده. يعني انا اشوف فكرتهم انهم تقريبا ما يقارب 24 ساعه اختصروها في 8 ساعات. صح، بس يعني خلينا نقول اختيار جارب كان غير موفق يعني صراحه بالنسبه لي انا شخصيا، لان كمحب ومتابع حق الانمي لحظة إعدام روجر هو اللي بنفسه راح سلم نفسه، بس طبعا باللايف أكشن خلوا أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل جارب. ليش هالشيء هذا مو حلو بالنسبة لي أنا يعني وبالنسبة حق وايد من الجمهور؟ لأن أساسا في، على الرغم من أن جارب من البحرية وروجر من القراصنة وهم يعتبرون أعداء، ولكن في علاقة ودية بينهم. ون بيس يطرح لك فكرة أن القرصان مو لازم يكون شرير زين، والبحرية اللي هم زينين مو كلهم زينين، فيهم فساد. فوضح لك ان روجر زين وجارب زين، بس باللايف اكشن شوي يعني عطى انطباع حق الشخص اللي ما شاف الانمي ان روجر اساسا شرير وجارب هو اللي طيب. فيعني لا، هم في بينهم علاقه زينه، في بينهم ما اقول صداقه ولكن في بينهم تفاهم. هالشيء هذا يمكن ما انعكس بشكل زين باللايف اكشن. ومن ناحيه الارت دايركشن والديزاين حق الانمي نفسه او اللايف اكشن حق الانمي، كان مبين انهم ماخذين انسبيريشن من شيء وايد خيالي، يا من الوان شعورهم، طريقه المكياج، اللبس، وحتى الورلد بيلدينج اللي سووه من اول حلقه. كأنا مثلا واحده مو متابعه الانمي بس وايد سامعه في اشياء، فلما شفت الحلقه الاولى حسيت انه دخلوني عالم ون بيس اللي دائما اسمع عنه. وبالفعل هو يعني شيء نفس ما قلتي وايد متعوب عليه، وطبعا في كلام قاعد ينقال بسبه النجاح اللي حققه راح نشوف مواسم ثانيه من اللايف اكشن مال ون بيس. نترقب ونشوف، بس ماكو شيء رسمي. بنتكلم الحين على الانفورميشن اكسس اللي هو بيسكلي شلون الواحد يدور على معلومات. طبعا احنا الحين في زمن الوصول الى المعلومه صار سهل جدا جدا، بمجرد ما انك تفتح تليفونك تدش جوجل تسرج على اللي تبيه يطلع لك. بس نتكلم قبل شلون كان الوضع، يعني تاريخيا، يعني خلينا نقول مثلا قبل اكثر من 20 سنه البحث عن المعلومه ما كان بهالسهوله هذه، محركات البحث ما كانت موجوده. فاذا تبي تعرف معلومه يا انك تسال عن المعلومه بشكل مباشر عند صاحبها، او انك تضطر انك تروح المكتبه وتبحث. بس هالشيء هذا تغير 100%. احنا نتكلم عن، خلينا نتكلم عن 100 سنه قبل. وسائل يعني نشر المعلومه كانت جرايد او مثل ما قلت ما بين شخص وشخص. شو اللي اكد لي ان هذه المعلومه صح؟ احنا وصلنا اليوم لمرحله ان انت مثل ما قلت تفتح تليفونك تدش على معلومات موثوقه، يعني في جوجل سكولر، في بعض الجامعات اللي عندها وصلت لمرحلة أن حتى الدراسات الجامعية اللي يقدمونها طلبتهم يخلونها أونلاين ويعطونك أكسس طول ما أن أنت مسجل في هذه الجامعة. فاليوم إحنا دقة المعلومات صارت ترى مهمة، مو أي شيء تقدر تقوله، مو أي شيء يكون صحيح إلا إذا كان موثوق. في السابق كانت الجرائد إيه الموثوقية، لأن الجريدة إذا كتبت شيء غلط اليوم الثاني يتقدم اعتذار. فاليوم إحنا وصلنا لمرحلة أن المعلومات موجودة، بس شلون تختار المعلومة الصح؟ بالضبط. يعني الحين إحنا خلنا نتكلم على أول ما بلشوا، خلنا نقول اللي هو سهولة الوصول إلى الأكسسبيليتي حق هالمعلومات هذه. طبعا جوجل هو غني عن التعريف طبعا، ولكن قبله كان في ياهو، كان في بينج، وكان في عديد من محركات البحث اللي موجودة. ولكن مع مرور الوقت جوجل طغى
بسبه انه قاعد يقدم بيتر كواليتي عن الباقي، لان كل واحد بالنهايه محرك غير عن الثاني وطريقه البحث مختلفه عن الثانيه. احنا الحين وصلنا حق مرحله بجوجل اللي انت لما انت بتبحث عن معلومه حتى لو ادق التفاصيل ما تضطر انك تروح بيج 2، خلاص انت بالصفحه الاولى راح تلاقي اللي انت تبيه، وصار في تعدد كبير بطرق البحث. يعني قبل الحين مثلا خلينا نقول قبل 10 سنين تبحث شنو، مثلا تكتب شلون مثلا وصفه خلينا نقول معك باستا مثلا ايطاليه، ممتاز كذي تدور. ولكن الحين لا، الحين صار في فويس كوماندز، الحين صار في عندك تنوع واختلاف كبير، مو بس فويس كوماندز، حتى الحين تقدر تصور الشيء اللي انت تبيه زين انت ما تعرف شنو هذا ويطلع لك. يا معود الجوجل الحين بعض مرات من تكتب اول كلمتين حط لك الاوبشنز شنو تبي، تبي تبحث عن كذي عن كذي عن كذي. وصلنا لمرحله من الاي اي اللي موجود في جوجل انه هو يكمل لك الجمله بالضبط. فانت محتاج الحين ان انت تعرف بس شلون تبحث او شنو الشيء اللي تبي تبحث عنه. فانت الفكره ان اليوم انت مو محتاج تكون يعني مو محتاج تروح مكتبه، مو محتاج تبحث في اماكن الكتب التقليديه الا اذا انت حاب يكون عندك الاوديو بوكس. اليوم وصلنا انه يكون شيء كبير، يعني في السابق كانت امازون اول ما بدت كانت تبيع كتب، الحين ما تبيع كتب، الحين تبيع كتب صوتيه، انت تسمع الكتاب في اي مكان، معلومات يعني تروح وترجع من كتاب رسمي ولكن بتليفونك. فالوصول لهذا الشيء صار وايد سهل. فاليوم اي واحد عنده معلومه غلط المفروض انه يعني يراجع نفسه، المعلومات اهم شيء تكون صحيحه عشان تبني عليها معلومات صح. بالضبط، يعني دقة المعلومات عاد هنا يعتمد عليك أنت وشنو المصادر اللي تستخدمها. يعني بالنهاية جوجل على سبيل المثال هو محرك بحث، أما إذا تبي تتحرى دقة المعلومات يعتمد على المصدر اللي أنت قاعد تشوفه. يعني مثلا ما أقدر أدش ويكيبيديا أخذ منه معلومات، لأن ويكيبيديا بالنهاية يعني أنا الحين أقدر أدش وأسوي أدت مثلا على شلون مثلا سووا أول شريحة كمبيوتر على سبيل المثال، تقدر تسوي أدت على أي مقالة. بالضبط، فيعني نتكلم على خلينا نقول مصداقية المعلومات يعتمد عليك أنت كمستخدم وشنو المصادر اللي أنت تعتمدها. ولكن هو كمحرك بحث الحين مع الخصائص الجديدة اللي موجودة فيه يعطيك الأريحية أنك تدور مثل ما تبي. يعني حتى يا رجل إذا عندك مثلا شيء مكتوب بالصيني انت مو عارف هذا شنو، بس هم انت بتبحث تبي تعرف هذا شنو، على سبيل المثال شاري لك جهاز والمانيوال مثلا مكتوب بالصيني، بس دش جوجل وهو راح ترجم في اكثر من 100 لغه. صح، يعني هو المحرك نفسه صار يدعم جميع اللغات ويخلص لك اياها بثانيه. هذا طبعا كله ارتفيشال انتليجنس ميكس مع المشين ليرنينج. شنو تبي تدور؟ تبي تدور مقاله موجوده في جوجل، تبي تدور صوره موجوده في جوجل، تبي تدور ترجمه لغه موجوده في جوجل. جوجل وصل لمرحله ان اي محرك بحث ثانوي يبي دش لازم يربط نفسه فيه. فاحنا وصلنا لمرحله ان الشات جي بي تي 0.4 معتمد على جوجل، الشات جي بي تي يدور كل البيانات اللي موجوده في جوجل ويحط لك الخصائص اللي انت سائلها للشات جي بي تي. فاليوم انت المفروض بس اللي عليك ان تسال السؤال الصحيح، اسال السؤال الصحيح في شات جي بي تي في جوجل في اي مكان راح تكون الاجابه واحده. يعني صح كلامك، مكتبة عملاقة، انت دور على اللي تبيه وراح يكون موجود، سواء انت بتكتب ولا تبي تصور ولا تبي تتكلم بالطريقة اللي تناسبك المعلومة راح تكون موجودة. بس السؤال اللي يطرح نفسه وين راح نوصل؟ يعني على كل هالتطورات هذه اللي سووها شلون راح يحسنون او يبتكرون طريقة جديدة انك تبحث فيها؟ هذا اللي احنا نبي نعرفه. مشروع ستارلينك صار لنا فترة مو بسيطة نسمع عنه والبعض ما يعرف عن هالمشروع، واليوم راح نوضح تفاصيل الخدمات اللي يقدمها ستارلينك. المشروع عبارة عن توفير خدمة الانترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، والمستفيد الأكبر الناس اللي يعيشون في مناطق نائية وما يقدرون يحصلون على انترنت سريع. وبمشروع ستارلينك استخدموا الأقمار الصناعية في مدار منخفض المستوى حول الأرض عشان المستخدم يقدر يحصل سرعات عالية بشكل كبير. وقال مدير المشروع أنه تم وضع حوالي 3000 قمر صناعي في الفضاء من سنة 2018، وممكن يرتفع العدد ل 10 أو 12000 قمر مستقبلا. وحاليا الشركة تقدم خدماتها للأفراد والشركات في 40 دولة حول العالم، ومعظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. وبالنسبة للأسعار مع المنافسين، تعتبر ستارلينك خدمة غالية ماديا لأن تكلفة الأجهزة المطلوبة للاتصال بالأقمار الصناعية توصل قيمتها إلى 599 دولار غير الرسوم الاستخدام الشهري واللي قيمتها 110 دولار. وحسب المسؤولين بستارلينك أنهم سجلوا 700 ألف مشترك إلى اليوم.
كلنا نذكر لما جيف بيزوس أعلن عن أمازون أول ما طلعوا الدرون حق الدليفري بدال يومين 3 أيام قام التوصيل يصير بس بنص ساعة. احنا نتكلم عن تاريخ الدليفري، يعني في البداية ما كان في دليفري، يعني نتكلم عن الأيام القديمة ما كان دليفري ياخذ هالسرعة اللي الحين موجودة. حتى لما كنا نطلب من مواقع خارجية كان وايد صعب انه يوصل لدولتنا، وفي بعض الدول كانت ما توصل، حتى في بعض المواقع كانت ما توصل. اليوم نتكلم عن يعني دليفري بشكل عام انترناشنالي وايد صار اسهل انه يوصل لباب بيتكم. صح، بس خلينا نتكلم نركز شوي على الدليفري داخلي، يعني مثلا على سبيل المثال في دولة ولا منطقة معينة، يعني التوصيل نفس ما احنا عارفين يكون مثلا سيكل ولا سيارة، هذا الطريقة التقليدية اللي ما زالت متبعة، ولكن في بعض الشركات خلينا نقول المختصة اللي حاولت انها تطور من هالمجال هذا، يعني خلينا نقول توفيرا للوقت وللمجهود، فالدرون كانت واحدة من الافكار اللي طرحوها، انه بيسكلي يوصلوا لك الدليفري باكج مالك زين بدرون صغير كذي يقطع عند باب البيت. كانت في افكار ثانيه مطروحه اللي هي البوتس الصغيره، على سبيل المثال يحط لك الدليفري مالك ببوت معين، مثلا سياره صغيره كذي اليه تمشي بالشارع، تمشي الكترونيكلي طبعا، يتم فيها التحكم عن بعد وتوصلك لباب البيت. وفي وايد هم من افكار جديده يعني قاعد تنطرح، على اساس انه شنو فكرتهم؟ يبون يقللون من الوقت ويبون يقللون من نسبه التلوث اللي موجوده بالجو، لان نفس ما احنا عارفين السيارات والسياكل المستخدمه يعني اغلبها مو صديقه للبيئه، فهذه هم من واحده من الاسباب مالتهم. انا اشوف ان الموضوع يعني وايد صعب وما راح يحقق اللي نبيه. بالنهايه انت اذا تبي تحافظ على البيئه سيارات الكترونيه كافي، فانت لما تتكلم عن يعني سيارات بديله اللي هي الكهربائيه والامور طيبه والزحمه نزل خلاص. فانت شيء ثاني بالنسبه للسيارات هذه يعني او البوتس، تخيل بوت في عندنا بدوله الكويت، الطلب وايد راح يوصل لك بارد فما ينفع. الشيء الثاني الدرون كم ساعه راح تعطيك بالهواء؟ فالطلب بلا طاحت بحوش جيراننا، انا شنو اسوي؟ فالموضوع وايد يعني ما شفنا نجح. جيف بيزوس ما نجح وياه، هو هذا هو ما نجح، لان على قولتك كم كانت ناس تشتكي مثلا اذا نزلوا الدرون عند باب بيتنا اي احد يقدر ياخذ الطلب مالي. وهم لما سووا تجربه بفينيكس اريزونا قالوا هذه اول تجربه حق يعني استيت وراح يجربون درون دليفري مع امازون، بس تعب انه كان في مشكله انك ما تقدر تطير الدرون بنفس مكان قاعد تطيرون طيارات. فبامريكا عندك طيارات انترناشونال، عندك طيارات لداخل الدوله نفسها، فلما شاف الخريطه اوكي في مكان وايد نقدر نطير الدرونات، بس هم في ناس راح تنحكر. صح، وهم يعني ترى لو نفكر فيها بعد غير المسار الجوي اللي راح خلينا نقول تمشي فيه الدرون، وهم من غير خلينا نقول مشكله انت عندك مشكله ثانيه اللي هي الباكج نفسه شنو راح يكون حجمه. يعني اتوقع ما يتعدى 5 باوند اذا انت تبي توصل شيء عن طريق الدرون، هذه شغله. في مشكله ثانيه اللي هي النويز بولوشن اللي هو الضوضاء، يعني انت متخيل اذا انت قاعد ببيتكم فوق قاعد تسمع زز كذي طول الوقت، درونز جايين يوصلون رايحين رادين، هذا هم من شيء الناس ممكن تتشكى منه. شغله هم من لازم ناخذها بعين الاعتبار، خصوصا اذا ممكن ان في بوتنشل يطبق هالشيء عندنا بدوله الكويت، اللي هو حالات الطقس. يعني احنا عندنا الجو مرات يكون مثلا تيار وايد قوي زين، هواء تارس يعني، يكون عندك الجو مرات يكون غبار، هذه الاجواء ما تكون مناسبه حق توصيل. لا انت تخيل قاعد تمشي بالشارع وهذا قاعد يوصل الطلب، فجاه مع الحراره اختربت طاحت على سيارتك، هذه هم او اذا ما طرت اي والله يعني مشاكل تقنيه وايد. واحنا نتكلم ترى يعني مساحه دوله الكويت، نتكلم بالماركتينج حق التسويق، هي الفكره ان انت تسوق بشيء جديد اوكي ما نختلف، بس هل هذا ناجح عملي افشنت؟ انا اشوفه مو لهناك، لان انت تتكلم يعني احنا عندنا مناطق هي مناطق تجاريه، فغالبا المطاعم تتكود في هذه الاماكن، فانت زحمه تصير زحمه ممتاز. فانت اذا تبي توصل طلب غالبا راح تطلع من منطقه تروح منطقه، فهل هذه الاشياء او البوت راح يغطي؟ يقدر يغطي ايش كثر؟ مثلا مثل ما قلت انت 5 باوند، انا اذا طالب حق عائلتي اطلب 4 اوردرات فواحد وصل قبل الثاني، وايد فيها مشاكل تقنيه. احنا اذا بنحدد بس هذه الاشياء ما راح نخلص. اي بس كايند اوف لقوا حل وسطي اللي هو يستخدمون الدرون مع سياره التوصيل. فالطريقه قامت تصير مثلا ان الدرون يتواعد مع سايق بمكان معين، فيقط مثلا على كل سايق وهو بمنطقته، بعدين هو يروح يوصل. فهم هذا شوي يعني ميدل جراوند على قولتهم. ما ادري انا احس يعني مردنا راح ردينا على نقطه البدايه اللي هو شنو؟ السياره. فيعني نفس ما شفنا احد المطاعم الشهيره الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه سووا حركه جديده اللي هي عباره عن سياره عاديه، مو بوت ولا درون ولا شيء، ولكن السياره اوتوماتيك
انزين يعني توصلك لباب البيت اوتوماتيكلي، تفتح لك مثلا دبه سياره تستلم الاوردر. هذا ممكن يكون يعني كونفينينت، وممكن يكون بنفس الوقت صديق للبيئه، وما راح ياثر بشكل كبير وايد على الزحمه. فخلنا نشوف في المستقبل شنو خاش لنا. بس يعني الحين السياره هذه طق لك هرند قول لك انا وصلت.